يزود عشان اللياقه البدنيه. احنا عارفين ان اللياقه البدنيه للمباريات الرسميه بيكون غير الوديه غير التمرينات. الحمل او التركيز اللي بيكون عند اللاعب في مباراه رسميه، ده هدف رمضان صبحي اللي احرزه في ميدلزبرا، واضح جدا ان رمضان يعني ماشي بشكل كويس، سواء مع ماشي بشكل كويس بتكلم في التدريبات، بتكلم في استعداد يعني الاستعداد النفسي، بتكلم على ان هو بالرغم من انه مش بيلعب، انه مش بيشتكي من قله لعبه، مش بيتكلم في الصحافه الانجليزيه، مش بيتكلم حتى في الصحافه المصريه.